بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها نيسر تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ النهاردة حلم رقم 67. سبعة وستين سبعة و60 بيبدا هكذا بناء كبير ستجده في الاصل كان مبنى الوزاره التي كنت موظفا بها ولما رايت الشباب يعود اليها رودتني نفسي على ارتيادها في الداخل قابلت نفرا من الزملاء القدامى فانشرح صدري للقائهم وسرنا من حجره الى حجره ومن ذكرى إلى ذكرى حتى بعثنا الماضي من مرقده ومر ومررنا بسلم واسع عجيب خد بالك سلم واسع عجيب فصعدت من فوري إلى الطابق الثاني هناك رأيت شبابا كثيرين كلما رآني أحدهم تجهم وجهه والقى علي نظره مستنكره انتفض قلبي وشعرت برغبه في التبول وبحثت هنا وهناك حتى استقرت عيني على لافته ترشد الى دوره مياه في ممر بين الحجرات فهرعت اليه ولكني وجدت عمالا عاكفين على انجاز مشروع لم يتم تنفيذه فلا يصلح للاستخدام يعني الحمام لا يصلح للاستخدام فرجعت من حيث أتيت وسرعان ما اكتشفت بأنه لا سبيل إلى الفرج إلا بالعودة إلى الطريق أعترف أن الحلم ده هذا النص فيه درجة متشابك وممكن يبقى صعب لكن نقف الأول بيبدأ إزاي بيبدأ بمبنى هو كان الوزارة اللي كان بيشتغل فيها الاستاذ، حضرتك تعرفوا الاستاذ شغل سنوات طويلة في وزارة الاوقاف وبعدين اشتغل في وزارة الثقافة. طبعا دي يعني معلومة جانبية مش أصل الموضوع. لما شاف الزملاء القدامى انشرح صدره، ده كلام جميل جدا. وقعد معاهم يتذكروا الظروف، يعني هو هنا مع الزملاء القدامى كأنما كان في الوضع الطبيعي. لما لقى السلم الواسع العجيب خد بالك بقى الوصف سلم واسع وعجيب فين؟ صعد في مكان تاني وما قالش انهم صعدوا هو صعد لوحده لما صعد شاف شباب حاجه تانيه خالص يعني راح في مكان مش مكانه اما الشباب دول لما كانوا بيشوفوه كانوا بيتجهموا وبينظروا له نظره فيها استنكار لانه هو حاجه غيرهم انتفض قلبه او انقبض قلبه وبعدين كان عنده رغبه انه يدخل الحمام وبعدين لقى الحمام الناس بيشتغلوا فيه فاضطر يرجع وشاف انه الفرج الوحيد ايه بقى؟ العوده الى الطريق. يعني طبعا حضراتكم عارفين تعبير الطريق انا معلش هاخده هنا بالمعنى الروحي. يعني هو انسان دخل في موقف في موضع في مكان مش بتاعه وكان الشيء الصحيح انه يرجع الى الطريق بمعنى هنا الطريق الروحي. في سوره الاسراء وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ده مهم جدا ان الانسان يدخل مدخل صح ويخرج مخرج صح. أه لكن لما بيدخل غلط في موقف في علاقه في اي موضوع بيبقى الحل الوحيد انه يرجع الى الطريق الطريق الروحي لان الناس في الحياه اليوميه طبعا زي ما حضراتكم عارفين ممكن ينجذب في حاجات كتير وينسى الطريق الحقيقي الطريق الروحي وبيبقى الحل دايما الرجوع الى الطريق. وهذا ما قدر الله لنا ان نقوله والله اعلم